تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أقيم حفل اختتام معسكر برنامج رائد الأعمال التقني في النسخة السنوية الأولى، والذي يهدف إلى تزويد طلاب الجامعات البحرينيين المتخصصين في تقنية المعلومات بالتدريب والمعرفة والعلاقات اللازمة لتشجيعهم على ريادة الأعمال في هذا المجال الناشئ وتأسيس مشروعاتهم التجارية. وقال الوزير الزياني إن رعاية البرنامج تأتي في سياق توجهات الحكومة لأن تكون مملكة البحرين منصة إقليمية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، واشتمل البرنامج على زيارات ميدانية للمؤسسات الداعمة والذين يقدمون خدمات متكاملة للأفراد والشركات تتمثل في برامج الدعم المالية والاستشارية والتسويق وتحسين مستوى الجودة لتكون على مستوى المشاريع العالمية. أعتقد البرنامج ذي مهم جدا لأنه يعطي حافز للشباب والشابات في هذا المجال، وإحنا مقبلين على عصر يتقدم فيه التكنولوجيا تتقدم فيه بصفة سريعة، ويجب أن نهيئ جيل جديد مستعد لمواجهة هذا التحدي ونعزز فيهم الإبداع والابتكار، وهذا أعتقد من أهم المنجزات اللي حققها هذا البرنامج. نتمنى إن شاء الله لهم النجاح في النسخ المستقبلية وأنه يتطور هالشيء من اللي شفناه اليوم إلى مشروع أكبر إن شاء الله على مستوى البحرين. الحياة تغيرت، العصر صار عصر تقني، تغيرات فيه بشكل سريع، يحتاج رائد الأعمال العصري إلى فهم للتقنيات العصرية وكذلك قدرات يعني استثنائية في الابتكار. اللي احنا حاولنا نقدمه للطلبة الجامعيين من بعد اختيار أفضل الكوادر للخوض هذه التجربة أن نطلعهم على أحدث التقنيات، أفضل المبادرات الموجودة في المملكة من مثلا أمازون وفنتك، الحوسبة السحابية ويعني العالم المالي الجديد، إلى المسرعات وحاضنات الأعمال الموجودة في البحرين، إلى الأدوات التقنية مثل الفضاء الافتراضي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كبحرينيين احنا محظوظين نكون في دولة تساعد وتدعم رواد الأعمال في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، فالبحرين هي من أول الدول المينا ريجن اللي تطبق هالمشاريع في أكثر من مكان. فمن هالورشة اللي خذيتها المكثفة قدرت أن أدمج التخصصي أنا كمهندس كيميائي مع التقنيات اللي قاعدة تطلع خلال الفاليو إنجينيرينج عشان نطبق أفكار تقدر تساعد في الأهداف التنمية المستدامة. تهيئتنا كامل كليا وتم تعريفنا بكل مؤسسات اللي تدعم رواد الأعمال المبتدئين مثلنا، وفي الأخير كان كل شخص أبدع بفكرة. طبعا كل مشارك صارت عنده فكرة معينة، هاي الفكرة في من اليوم الأول إلى آخر يوم احنا قعدنا نطور فيها. زين وصلنا لهالمرحلة في هذا اليوم في إن نعرض مشروع مبتكر نقدر ننعش الاقتصاد البحريني وننهض بالوطن.